السلام عليكم متشبعي اشواق تي في، مره اخرى هبطنا للشارع المغربي باش نسولوا الناس على قبل الاقاله ديال المدرب بلجيكي مارك فيلموت من تدريب الرجاء. تبعوا معنا. وعليكم السلام ورحمه الله. الاقاله ديال المدرب فيلموت من تدريب فريق الرجاء الصراحه من المدرب من الاحسن يمشي في حاله، حيت الجماهير ديال الرجاء ماشي بغاو تكون نتائج، يعني الجماهير ديال الرجاء الجمهور ديال الرجاء كبير، يعني خاصو يكون المدرب في المستوى باش نكونوا واقعيين. راه ما يمكنش نكون المتنفس الوحيد اللي عندنا هو الرجاء والوداد، حيت هما اللي كيمثلونا على برا. يعني ما يمكنش باش خسرنا في كاس العرب، يعني ما كاين والو، اللاعبين كيمشيو، يعني راه هذا الشيء كيبقى للرئيس والمدرب والانتدابات خصو يكونوا، والمدرب يكون في المستوى باش يقدم واحد الصوره ويقدم واحد الصوره كبيره ويعطينا الكره. الكره ديال الرجاء ما بقيناش ما بقاتش عندها متعه صراحه، العصب كتفرج والله الا غير العصب. يعني يكون مدرب الا كان هذاك ديال تونس هو راه احسن. من ديك الساعه فاش بغينا نتفرجوا في الرجاء من كاس العالم الانديه فاش كيدربوهم هذاك بنزرتي ولا ما عرف سميتو ديال تونس، من تما كاينه الكره. من ديك الساعه فاش مشى هذاك المدرب ومشاو لاعبين، يعني الرجاء ما بقاتش عندها متعه ديال الكره، كانت تفرجوا غير العصب. يعني خاص يكون مدرب في المستوى، يكونوا انتدابات في المستوى، ويكون عاوتاني حتى الاداره. المشكل ديال الرجاء كيبقى حتى الاداره، ما يمكنش تكون ازمه ماليه وكذا وكيخليوا اللاعبين يمشيو. يعني حنا ما كنهتموش باللاعب ديال البطوله الوطنيه وكنخليهم، يعني اي لاعب بان كيمشي والرجاء ديما راه كتبقى اللور. ما الى جا المدرب هذا اللي قالوا غيجي ممكن، ولكن خاص الاداره تغير بزاف ديال الحوايج، خاص يكونوا انتدابات ويكونوا لاعبين في المستوى، حيت الجمهور ديال الرجاء ما كتقدمش المستوى اللي بغاه الجمهور ديال الرجاء. يعني الرجاء الجمهور ديال الرجاء كبير، بغى الرجاء تكون في المستوى وتكون الكره في المستوى، هذا هو اللي كاين. شنو رايك في الاقاله ديال فيلموت من تدريب الرجاء؟ هو الاقاله ديالو كانت متوقعه على حساب التكتيك ديال الجو ديالو، اللعب ديالو كيفاش الطريقه ديال اللعب، ومن اللي جا ما قدم والو لفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه للمدرب الجديد اللي بغات الرجاء تعاقد مع مدرب جديد، خاص تكون واحد اللجنه تقنيه حتى يتاكدوا من المدرب واش في المستوى، حيت كنشوفوا ان فريق الرجاء الرياضي هو فريق عالمي وفي المستوى، خاص المدرب يكون حتى هو في المستوى ماشي فاشل. هذاك الشيء من طبيعه الحال اختي، خاص اللجنه التقنيه اللي تكون عندها الدرايه باش توجد ان المدرب اللي يكون قد القيمه ديال الرجاء، ماشي بالاحرى انه يكون عالمي سميه عالمي. كما تشوفي ان الشابي كان مشى مع مهم، هو في الحقيقه السلامي ما كانش خاصو يمشي، لان السلامي مشى مع بواحد البارماريس وجا الشابي ونفس الخطا تيديروا، ما عرفتش انا كيفاش يفكروا هذوك الناس. شنو الراي ديالك في الاقاله ديال فيلموت المدرب ديال الرجاء؟ وانا اول حاجه الاقاله ديال المدرب ديال فريق الرجاء جابوه، بصراحه ما كانوش يجيبوا هذا المدرب هذا، اللي تنتفاجئ انا بعض الصماصير اللي كاينين فريق الرجاء، بعض الصماصير اللي تيدخلوا في بعض المدربين اللي تيستافدوا منهم ماديا، ما تيجيبوش بان مدرب الفرقه زعما كاين باش على الفرقه زعما كاين مدرب كف ولا هذه، خليهم مدرب ولد الفرقه، يجيبوا مدرب ولد الفرقه. كان انا ضد يجريو على السلامي اللي كان لمدرب صراحه مدرب كف ومدرب وطني ديال بصح، ما كانوش يجريو على السلامي. الخطا الوحيد اللي جراو على السلامي كان خدام فريق الرجاء البيضاوي، وانا اللي تنتمنى يديروا مدرب ولد الفرقه اللي تيعرف الفرقه واللي يلعب مع الفرقه. واخا يكون مدرب في دوله اخرى هو يعطي واحد الاضافه ايجابيه لفريق الرجاء الرياضي. كنشوفوا ان الرجاء دابا مؤخرا في المباريات ماشي بحال كيف ما كانش في الموسم الماضي ولا في بدايه الموسم فاش كانش مع الشابي. اللي بغيت نقول لك انا، واخا يجيبوا مدرب اجنبي ولا هادي، راه غيجيبوا مدرب اجنبي غيطلب لهم فلوس كثيره، وفريق الرجاء كما تعرف كاين عنده ازمه، لاش غيجيبوا مدرب اجنبي وكاين عندهم مدربين كف ولعبوا في الفرقه ولاد الفرقه واللي تيعرفوا الفرقه. انا ضد المساله اللي قلت لك، علاش يصيفطوا السلامي راه تبارك الله دابا غادي مع الفتح راه غادي مزيان. ما فهمتش انا علاش بعض الصماصير اللي كتقول بعض الصماصير اللي كاينين في المغرب كامل اللي تيخرمزوا في هادشي ديال المدربين وديال لي جوار، وهذا هو المشكل. بعض المرات كيكون الضغط من طرف الجماهير هي اللي كطالب بالمغادره ديال المدربين سواء السلامي ولا الشابي، وحتى فيلموت هي اللي كانت طالبه المغادره ديالو. لا شوفي، كاينين بعض الجماهير اللي تنحسبهم جماهير اللي تيفهموا في الكره
وتيتفرجوا في الكره، خلي بعض الجماهير الاخرى اللي تيصيفطوا بعض الصماصيره اللي تيبقاو يهضروا بعض المواقع اللي تيقول لك هذا المدرب ما خدامش باش ياخذوا المصالح ديالهم. انا اللي تنتمنى انا فريق الرجاء يجيبوا مدرب ود الفرقة وتعرف فريق الرجاء البيضاوي. في الإقالة ديال فيرموس أخيرا أخشي تفكينا من ذاك المدرب، تعدى على الرجاء بزاف، كنتمناو يرجعوا لنا سعد الشابي. سعد جردة الشابي ما قدرش دابا يرجع حيت هو اللي بدا الموسم مع فريق الرجاء الرياضي. لا ما كانش جردة، كنتمناو عموته. وكنشوف أن فيرموس ما كانش في محله، ما كانش في المستوى اللي كانت كتبغي الرجاء والجماهير الرجاوية. المدرب ما والو أصلا، هذاك ما عندوش سيفي، حتى السيفي ديالو ما كيخولش اللي يدرب الرجاء. كان مع ايران ما فاتش معاهم شهرين، كوت ديفوار 3 شهور، بلجيكا المنتخب بلادو اللي يضرب معاهم 4 سنين. والراجا كبيره عليه بزاف، ودابا الوداد مساليه وهربات علينا ب 8 نقاط، وصعيب صعيب الحال دابا. زاد الشامبيونز ليغ راه ماتشات ساهلين، واخا ما كاينش الاداء الراجا راه ربحوا، المهم 6 نقاط. شنو الرساله اللي توجهها للمكتب المسير؟ المكتب المسير خاصو يمشي كامل صراحه، من محفوظ حتى الابراهيمي كلش خاصو يرجع بودريقه. ولي ود الفرقه وتيموت على الراجل ان شاء الله. اختي اقاده ايفيرمونس خاصها تجي، واخا جات معطله شويه خاصها تجي، حيت فهمتيني الجمهور الراجا عيق عليه بزاف، حتى الراجا فهمتيني الراجا عنده الشعب ماشي عنده شعب، كلشي كاع في الراجا، لا في افريقيا لا في العالم. حنا خصنا شي مدرب يكون شخصيه فهمتيني، بحال فاش كان البنزرتي كان فاخر، مشينا مع الكاس العالم، مشينا مع العصب، هذا اختي ما مشينا مع والو. حنا بغينا التغيير، جيبوا شي مدرب. انا بعدا كندوي على جيب مدرب مغربي، حيت المدرب كيعرف العقليه ديالي وديالك وغا تمشي الامور بحال السلامي. فاش كان في السلامي في الراجا الامور غادا مزيان، بدا كيقولوا هو مشى خلى الراجا يدور الراجا اي في الهاويه. حنا بغينا الراجا تقلع، يا مات 97 98 93 مشاو للعصبه عاوتاني، مشاو فينال كاس العالم عاوتاني، هادشي اللي بغينا الراجا، حنا بغينا هو. المكتب المسير خاصو يدير واحد اللجنه، خاصو يدير لجنه تقنيه باش يتعرف على المدرب قبل ما يجيبو الرجاء، خاصو يكون شي مدرب في المستوى، ماشي يجيب مدرب فاشل باش يعطي واحد الاضافه فريق رجاء الرياضي. دابا المكتب ديال المسير اختي غنجيك الصراحه، هذا الخدمه ديالو، اش دار الخدمه ديالو؟ جاب المدرب الاول الشابي كان مزيان، ما بغاوش هما، مشى جابوا هاد الموسى هذا، جابوه ياك عطاو فرصة ديالو، ما ديالو غنمشي في حالاتو. شتي المكتب دابا كاين في الرجاء، المكتب كيف والله حتى مزيان، والله حتى مزيان. علاش عندونيش ربح في الجزائر كاع، ربح في السطيف وحيدو، حيت ماشي تربح، خصنا سميتو خصنا الاداء خصنا النتيجة، غنقدر نربح بواحد الزيرو وما كاين لا كرة لا والو، وغنمشي غدا نخسر. والله حنا بغينا شي مدرب يكون رزين يعرف اللعابة ديال الرجاء، وانا لعبت في الرجاء كنعرف بواحد في الرجاء انا. الرجاء خصها مدرب مغربي. شفنا الجماهير هي اللي طالبت المغادره ديالك. انا كنعاود نقولها لك، حيت الجماهير ديال الرجاء كيعرفوا الكره، خصهم ولاد كازا هنا كيموتوا على الكره، راه تكون معنا مزيان حنا راه غنصفقوا لك، حنا نهزوك. كاين تيخيب اخويا اسمح لينا غنجيبوا البديل اللي غيعاوننا، حنا مع بنزرتي ما بقيناش مع مشكل، فاخر ما بقيناش مع مشكل، كاين دي القاب هادو ما داو والو اختي، اللهم ما نجيبوش واحد تيغير احسن منه. شكون المدرب اللي يقدر يعطيك؟ انا بعدا مدرب مغربي انا كنموت عليه، بغيت يجي الراجا هو عزيز العامري، حتى عزيز العامري كان في تطوان بدا معاهم جوج بطولات، مشى معاهم لكاس العالم، ومدرب مغربي. اش انا اختي السؤال اللي عندي انا، اش كنخليو مغربي كنجيبو اوروبي؟ المغرب راه طال المواهب طال المدربين، هذا هو. كاين شي مدربين اللي كيتالقوا مع فرق كيجيو شي راجل ما كيتالقوش، ما كيعطيوش واحد انا خصني المدرب اللي عقاش الرجاء ولاد الفرقه مشاو مزيان مع الرجاء، السلامي مشى مزيان مع الرجاء، السفري مشى مزيان مع الرجاء، ابو شروان مشى مزيان، المبارك كيفاش مشى مزيان مع الرجاء، خصنا فهمتي نعطيهم الاهتمام تما وندير لهم المورال، بحال داك تعطي فلوس بزاف، عطي ود بلادي انايا وغيقلع بالفرقه، بحال داك عموته عطاو الفرقه راه قلع بها، وحنا غنجيبوه براني اختي هادي حشوم. المدرب ديال المنتخب تا هو داك خاليو فيش، عطاو فلوس، لا ما نجيب زياش، لا ما نجيبش هادي، لا ما علاش يا خويا؟ ود بلادنا خصو يجي يعاوننا، انت راه واحد النهار غتمشي، راه حنا اللي غنبقاو حنايا في المشاكل، انت غتاخذ واحد الصالير ديالك الله يسهلك، ولكن ما تقولش لك الدري ما يجيش وداك الدري ما يجيش، لا دوك المغاربه خصهم يجيو يعاونونا، حنا راه عندنا نيشان، كنتي زوين يلاه معنا،
شتي خايب سير اخويا الله يسهله. كيف ما لاحظتوا هذه الاراء ديال الشارع المغربي بخصوص الاقاله ديال مدرب فريق رجاء الرياضي؟ خليوا لنا الاراء ديالكم في التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.